الجو سقع. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده زي ما قلت لكم هنتكلم عن نماذج واقعيه جدا. انا كنت نزلت بوست وقلت اللي حابب يحكي قصه نجاح ليه في اي حاجه عملها، في اي حاجه غيرت حياته يبعتها لي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده، وهحكي لكم الناس دي مين، وهقول لكم في اللي وافق اقول اسمه وفي اللي وافق ان انا ما اقولش اسمه، فانا هحاول على قد ما اقدر كده اوفق لكم بينهم كلهم. الفيديو ده باذن الله لو انت انترستد قوي بالموضوع ده ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك للقناه، لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا. قصص كتير ما رديوش ان انا اقول اساميهم، بس انا وعدتهم ان انا هخلي ليهم بصمه مميزه ما بين افكار كتيره، ما بين من واحده قالت لي ان هي كانت مش بتعمل اي حاجه غير ان هي راحت تشتري نظاره شمس ليها، فبصت كده على البارتيشن بتاع النظارات فكان عاجبها جدا، فقالت للتاجر اللي هي بتشتري منه هو انا لو خدت منك 3 أو 4 هتوافق تعمل لي عليهم خصم عشان احاول ابيعهم لقرايبي ولاصحابي؟ قال لها اوكي تمام، وفعلا ده اللي حصل، عمل لها خصم حلو جدا واكرمها كمان عشان هي كانت اول مره، وهو كان شايف ان هي بنت مجتهده فكان عايز يخليها يعني تشجيع. تمام، وفعلا ودي كانت اول مره ليها، خدت الحاجات دي قالت لي بتهيأ ليهم ديسكاونت وزعتها على اصحابهم، وكانت فرحانه جدا باول، قالت لي كان المكسب حوالي 350 او 400 جنيه في الكوليكشن كله او في المجموعه كلها اللي كانت جابتها. بتقول لي انت مش متخيله انا كنت فرحانه ازاي، ودي فعلا يا جماعه حقيقه، انتوا مش متخيلين اول مكسب بتحققوه ده بيبقى علامه مميزه وبيديكوا بعد كده طاقه ان انتوا تكملوا اصلا ازاي. طيب تجربه تانية، قالت لي ان هي كانت بتحب الاكسسوارز الهاند ميد جدا جدا، وكانت دايما بتعمل ليها، كانت قاعده دايما مع اصحابها، دايما تروح تعمل هدايا لاصحابها اللي بتبقى قاعده معاهم. ففي يوم من الايام اصحابها دول قالوا لها طب انت ليه ما تحاوليش ان انت تعملي جروب اونلاين، اي حاجه بقى على الواتساب او على الفيسبوك، شوف انت عايزه تعملي ايه واحنا هنضيف لك اصحابنا وتشتغلي في الموضوع ده. الايام دي الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده هي ما شاء الله الله اكبر قالت لي انا مش بلاحق على ان انا اعمل يعني اوردرز للناس، ومش بلاحق، وبقت وصلت معاها لان هي بياخد منها مواعيد فيما بعد عشان يقدروا ان هم ياخدوا الحاجه اللي هم عايزينها منهم، من كتر ما هي متميزه جدا في الحاجه اللي هي بتعملها الهاند ميد. انا بس المنظر قدامي شغلني فعشان كده مش مركزه، بس هركز اهو خلاص. دكتور التحاليل اسمها علا. تمام، علا قالت لي ان هي دايما كانت بتهتم قوي بالحاجات الباتي ميست والباتي سبلاش والحاجات دي كلها، فكانت بتحبها، هي اصلا دكتور التحاليل وبتحب شغلها جدا جدا جدا. جات في الوقت بتاعت كورونا قررت ان هي لا لازم تعمل حاجة مختلفة. والحقيقة يا جماعة لو بصينا كده اجمالا هنلاقي ان وقت كورونا ده غير ناس كتيرة وخلاهم فعلا يبدأوا في انهم يعملوا حاجة مختلفة، وهي فعلا عملت كده. وقت كورونا خدت خلاص قرار بان هي تفتح جروب وما تحطش هامش ربح عالي قوي عشان يعني تقدر تعمل عميل مميز ليها، وبالفعل علا نجحت جدا جدا. انا بهنيكي يا علا بجد على النجاح اللي انا شايفاه، انا علا شايفاها بعيني، فبهنيكي على اللي انت قدرتي تعمليه واللي انت قدرتي توصلي له، وان شاء الله هتوصلي لاكتر من كده. قصه تانية مختلفه شويتين، مروه قالت لي ان هي كانت شخصيه انطوائيه جدا جدا جدا، ما كانتش بتتعامل مع الناس كتير، كانت دايما لما بتعوز تعمل حاجه كانت تكلم اي حد عشان يعملها لها. لظروف ما ان زوجها ما كانش قادر يمارس شغله بالشكل الطبيعي بسبب ان هو تعب شويه، فهي قررت ان هي لا لازم تلاقي حاجه طبعا عشان يعني تساعد اقتصاديا. كلنا ما فيش حد ما بيبقاش عايز ان هو يساعد نفسه باي شكل اقتصاديا حتى لو كان ليه شغل ثابت. تمام، قالت لي قعدت ادور على حاجه مختلفه، هي كان بنات كتيره جدا فعلتها بيشتغلوا اونلاين، هي قررت تاخد مسار مختلف شويه عنهم. قالت لي ما لقيتش غير او يعني حبت تبقى حاجه مختلفه، فهي حبت ان هي خلاص تبدا في موضوع الملايات
المفروشات عموما، مفروشات بقى العرايس والبيوت والكلام ده كله، والكلام ده كله تمام. قالت لي بدأت واحده واحده، قعدت ادور على موزعين كويسين باسعار كويسه. اتعرفت على بنت اسمها هبه، وفعلا كملت المشوار معاها ازاي. بدأت تاخد منها خلاص جملة، بدأت تتعامل معاها وعملت جروب، والدنيا الحمد لله مشيت معاها يعني شوية بشوية كويس. فجأة كده وهم قاعدين بيتكلموا، هما يعني هي وهبة كانت علاقتهم متوطدة ببعض، يعني كل ما الوقت يعدي انتي هتلاقي صحاب شغل وهتلاقي صحاب شغل، وينفع يكون صحاب ليك انت شخصيا تمام. فبتقول لي بقينا اصحاب حلوين قوي. في مرة قاعدين بنتكلم، طب انا عندي محل، طب انا نفسي افتح محل، طب انا عندي ايه رأيك، طيب انت نفسك وانا عندي المكان موجود، تعالي نجرب وتعالي نحاول. عملوا اول فرع ليهم في منطقة بعيدة شوية، بعد شوية بشوية بشوية الموضوع كبر معاهم ما شاء الله، ودلوقتي فتحوا في محل فرع تاني وسط البلد وسط الناس، بقى عندهم فرعين. ربنا يبارك لهم، هما متفاهمين تمام، ودي اهم حاجة لو هتفكري تشاركي اي حد ان انت تكوني متفاهمة معاه، وان يكون افكاره نفس افكارك عشان ما يحصلش يعني دروبات في الموضوع، او يحصل شد وجذب، او اراء مختلفة في اي قرار هتاخدوه تمام. مروة قالت لي حاجة عجبتني قوي، قالت لي بعد ما بقيتش بكلم حد، بعد ما كنت انطوائية ومحدش بيعرفني، دلوقتي بقيت عارفة كل حاجة، واللي عايز اي حاجة بيجيلي، ودي ميزة كويسة جدا. انا نفسي حساها كمان لما انا بدأت شغلي، ان فعلا لما هتبدأي تتعرفي على جمهور وتتعرفي على ناس وتشوفي ناس مختلفة، خلاص انت من جواكي شخصيتك هتبقى قوية. زائد ان انت عايزة تعملي مكسب مادي، انت هتعملي مكسب معنوي ليكي عالي جدا جدا. في النهاية ندعي المروة بان ربنا يشفي زوجها يا رب، ويرجعوا كده كلهم مع بعض بقى احسن من الاول. هي هيبقى لها شغلها وهو هيبقى ليه شغل، والدنيا هتبقى ماشيه جدا ان شاء الله، تمام جدا معاهم باذن الله. انا بحييك يا مروه وبحييك يا هبه، ويا رب كده تكونوا ان شاء الله ناجحين مع بعض. مروه حلمها تعمل براند خاص بيها، وده لازم ما نقفش عند حد معين، لازم كلنا احلام، كل ما نحقق خطوه نمشي في الخطوه اللي بعدها عشان نكبر 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 مع بعض. دي كانت بعض القصص اللي جايز تغير فيكي. في ناس كتيره جدا بعتولي قالولي احنا نفسنا نعمل مشاريع، ومش اكتر من حد، في كتير بعتولي على الفيسبوك، وفي كتير عملوا كومنت تحت الفيديوهات بتاعت المشروعات ان هم نفسهم يبداوا، نفسهم يعملوا حاجه مختلفه، بس للاسف مش عارفين. وكلمه للاسف دي بتضايقني، فانا هعمل لهم كده ان شاء الله فيديو تحفيزي كويس ليهم، واعمل لهم فيديو كده يأثر معاهم شويه عشان يبداوا بقى، مش هنقول شويه اقول نفسي 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 نفسي، دي يبقى كده خلاص حاجتنا تتحط على قائمه الاحلام وقائمه الحاجات اللي احنا مش عارفين نعملها. فبلاش كلمه نفسي دي، اللي نفسه في حاجه يقوم دلوقتي ياخد القرار ويعمل سيرش ويدور هو عايز يبدا في ايه، يدور هو حابب يعمل ايه. دي كانت بعض النماذج اللي انا قلت لكم عليها، واللي يا رب تكون هتأثر في حد فيك. وغير بقى ناس كتيرة على فكرة، هم مش دول بس اللي بعتولي، ناس كتيرة بعتوا ان هم ما كانش اصلا في دماغهم شغل، وسبحان الله جالهم كده فجأة مرة واحدة، طب انا بحب المنتج ده، طب ليه ما جيش، طب ليه ما عملش، طب ليه ما. في ناس اصلا كان كل يومهم اللي بيعدي فيه ان هم عايزين يخرجوا، وان هم عايزين بس يلبسوا احسن حاجة ويجيبوا اغلى حاجة واحسن حاجة وخروج وفسح وبس، حياتهم فعلا اتغيرت. قالولي ان هم حياتهم اتغيرت، حسوا بالمسؤولية. الجديد بقى اللي انا هقول لكم انه في بنات صغيرين مش حتى في الجامعة، اصغر من الجامعة، في ثانوي وفي اعدادي، بدأوا يعملوا جروبات برضو شغل ليهم، بدأوا يعملوا بيجات ليهم شغل، وفعلا افكارهم يا جماعة رائعة. ليه رسالة مهمة للاهالي اللي بناتهم صغيرين حابين يعملوا حاجه زي كده، من فضلكم ادعموهم، خلوهم فعلا يفرحوا باللي هم عايزين يعملوه، ده هيأثر في حياتهم بعد كده، هيأثر في اختياراتهم بعد كده، في كل حاجه، هيأثر في الشغل، اي شغل ايا كان هيبداوه بعد كده هيأثر في شخصيتهم. ادعموهم، خلوهم يواجهوا الحياه عشان يبقوا قادرين بعد كده ان هم يواجهوا اي حاجه، وتبقى شخصيتهم الى حد ما قويه،
ويستحملوا بعد كده اي ضغوطات ويبقوا ناجحين عموما في حياتهم. استنوني ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن زي ما قلت لكم، هنتكلم عن اللي عايز يبدا مشروع مش عارف. انا بحبكم قوي، لو الفيديو عجبكم ما تنسيش تعملي لايك، اهم حاجه اللايك عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد. يلا باي باي، واشوفكم الجو سقع. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. باي باي.